جاء في تقرير نشرته مؤسسة التأمين الوطني في إسرائيل أن معدل الفقر في إسرائيل على كل مركباته وفئاته قد تراجع خلال العام الماضي، مشيرا إلى أن الفقر الذي يجتاح العائلات العربية يفوق المعدل القطري بقرابة 3 أضعاف. نصف العائلات العربية في البلاد تعيش تحت خط الفقر، هذا ما أفاد به تقرير رسمي أصدرته مؤسسة التأمين الوطني الإسرائيلية، مشيرا إلى أن الفقر الذي يجتاح العائلات العربية يفوق المعدل القطري بقرابة 3 أضعاف. نسبة العائلات المعرفة بالفقيرة في هذه المعادلة الاقتصادية والمكونة من والدين عاملين في ارتفاع متزايد خلال الأعوام الأخيرة، والتي تفوق 58.6% في أيامنا هذه. مؤسسة التأمين الوطني أشارت إلى أن ارتفاع نسبة الفقر نابع من تلقي العائلات رواتب بحد أدنى، ما يصعب عليها الخروج من دائرة الفقر. هناك نسبة عالية جدا من العائلات الفقيرة، ومعنى ذلك أن سياسة الحكومة التي تحاول أن تخفض نسبة الفقر تفشل سنة بعد أخرى. أشار التقرير أيضا إلى أن نسبة الرجال المصنفين تحت خط الفقر في تراجع طفيف، بينما لوحظ ارتفاع في نسبة النساء من الفئة نفسها. ولعام 2016 قرابة 2 مليون إنسان في إسرائيل يصنفون تحت خط الفقر، أي بكلمات أخرى يتقاضى راتبا شهريا يقل عن $900، حيث تصنف نسبة الفقر في إسرائيل بأنها الأعلى بين كافة دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.